نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس وفيكم بهذه النشرية الجوية الخاصة وتحذيرية من خطر لتساقط أمطار رعدية غزيرة معتبرة قد تفوق 30 ملم وهذا يوم الاثنين الثامن من شهر مارس 2021 إذن المناطق المانية في الفترة الصباحية المناطق الممتدة من المناطق الساحلية الغربية إلى غاية المناطق الوسطى المناطق بومرداس الجزائر العاصمة بالإضافة إلى تيبازا ولاية شلف مستغانم أيضا وهران عيني وشنت وتلمسان هذه المناطق معنية بقوة أيضا في الفترة ما بعد الظهيرة إلى المساء أمطار غزيرة ستكون حاضرة على ولايات عين الدفلة لمدية البوليدة لبويرة برج بوررج ولاية سطيف ميلا أمطار رعدية غزيرة أيضا ولايات بجاية بالإضافة إلى تيزي وزو مرداس الجزائر العاصمة وأيضا تيبازا إذا كل هذه المناطق معنية بأمطار غزيرة نذكر في الفترة المسائية إلى الليل أمطار رعدية أيضا ستشمل سقهراس وغالما وقسنطينة وأم البواقي بالإضافة إلى مناطق الطارف وعنابا إذا كل الخير نتمنى للجميع وأمطار ومازال الخير قادم الأيام المقبلة إلى غاية الخميس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته